تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 10,402 قضية تمونية متنوعة، وضبط 452 قضايا مقاهي مخالفة، وغلق 2,430 محلا مخالفا لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط عدد 24,201 سائق نقل جماعي. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 8,624 قضية تمونية متنوعة، من بينها 152 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8,098 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب1,093,230 جنيها، وضبط 14 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 37,947 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8,458 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,464 طن، من بينها ما يقرب من 247 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقرابة 79.5 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 223,770 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و55 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,976 قضية ومخالفة متنوعة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا الكهربائية، أصدرت الداخلية 76,560 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 55,741,048 جنيه مصرية. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,443 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت 7,374,822,784 جنيها، واخترت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.